بس خليني أسأل الجمهور، وبسألكم أنتم بعدين الجمهور. الآن دروب على مدى أسابيع، قدمنا أشياء كثيرة على مدى أسابيع عدة، هل حسيتوا في فائدة من هذا الموضوع؟ أكيد أكيد. هل حسيتوا بفرق؟ علي أعطيني فرق أو شيء استفدته يا علي في شخصيتك. طيب، علي أول ما دخل ما كان يفهم في الإعلام شيء أبداً، زيرو، لا في التقديم لا في الإذاعة ولا شيء، حتى في الصوت، ارتفاع الصوت، المشية، الوقفة، المحاور، ترتيبها أبداً. فأنتم ما شاء الله كان كل يوم، يوم اللي هي ترتيب المحاور، يوم طريقة المشي على المسرح، الوقوف حتى الأكتاف، نبرة الصوت، كيف ترتب الكلام، كيف. فالله ما لك الحمد، استفدنا أشياء واجد جداً. جميل جدا. ترى انا الطاوله هذه بنرفزتني، ممكن تشوف اياها على جنب، لان الظاهر برنامج، طبعا برنامج واقع، واكيد كان عندكم حدث هنا قبل الموضوع، سألنا ان تعيق حركتي فصاير الف وراها، بس حطوا لي اياها على الجنب، يعطيكم العافيه. طيب مخلد، ايش استفدت من دروب؟ والله استفدنا اشياء واجد، منها تعرفنا على لغه الجسد، تعبيرات الوجه، نبره الصوت، متى اوقف، متى أسكت، متى أخذ نفس، وإدارة الحوار، والتواضع وتقدير الذات. جميل جدا. أشياء كثيرة. طبعا نشكر كل المدربين والمستشارين اللي قدموا وساعدونا في تقديم فقرة دروب أيضا، لهم مني كل الشكر والتقدير. طيب اليوم احنا بنسوي مراجعة تقريبا على ما سبق، أو على أكثر الأشياء أهمية لما سبق. يمكن بحكم اني انا احد المحكمين في فقرة ريتينج، صراحة الشباب كلكم بلا استثناء الرتم عندكم على كبير. انا كأحمد اشعر بفخر كبير ان كان لي دور اني وصلت لكم معلومة وطبقتوها فصار ادائكم بشكل افضل، وهنيكم، ثقوا تماما. ما في واحد يستمر في برنامج على مدى اسابيع ويصل الى هنا الا وهو يستحق، وليس انقاصا بمن خرج. احيانا هي قواعد اللعبه انه يجب ان يغادر شخص كل اسبوع. لو كانوا 30 مبدع من البدايه يجب ان يغادر كل اسبوع، فمن غادر لا يعني انه سيء، بالعكس نتمنى لهم كل التوفيق. شفنا خامات جميله في الشباب اللي غادروا، نتمنى لهم كل التوفيق وحياه عمليه مبدعه باذن الله. طيب، اكبر مشكله